نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم تضرر مجموعة من التماثيل الأثرية بمنطقة آثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة. أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والأثار والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن منطقة آثار سقارة وجميع مقتنياتها من التماثيل والقطع الأثرية سليمة وآمنة تماما ولم تقع بها أي أضرار على الإطلاق، مشيرة إلى أن عملية عرض أي قطع أثرية تتم وفقا لإجراءات محددة يراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف.